صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه ما كنتوا عم تشوفونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا لليوم. كان لكن كالعاده بنتمنى هالنهار يحمل الخير والبركه وراحه البال ورزق الكثير والانفراج لكل الناس يا رب. ويسعد صباحك كرا. صباح الخير نور وصباح الخير لك المشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كانوا عم بتابعونا. صباح جديد ويوم جديد يا رب يحمل معه كل الخير وعلى كل الأسئلة. فاصل صغير وعم نبدأ بصباح. اليوم 12 تشرين الأول، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هاليوم. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1492 رحلة كريستوف كولومبوس تصل إلى جزر البهاما بمنطقة الكاريبي القريبة من أمريكا، وساد وقت اعتقاد بوصول الرحلة للهند. وبعام 2015 جائزة نوبل بالعلوم الاقتصادية تمنح للبريطاني الاسكتلندي أنغوس ديتون لتحليله بالاستهلاك والفقر والرفاهية. وأيضاً بعام 2015 شركة ديل بتستحوذ على شركة EMC بصفقة بلغت 67 مليار دولار لتصبح أكبر صفقة بتاريخ الشركات التقنية على الإطلاق. ومن الشخصيات التي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1935 لوتشانو بافاروتي مغني أوبرا إيطالي. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1924 أناطول فرانس كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1921. وبعام 1965 بول مولر عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل بالطب للعام 1948. وإلى دار الأسد للثقافة والفنون احتفال بأيام الفن التشكيلي. تفاصيل أوفى مع زميلتنا رزان سليمان. سبعون عاما من الحداثة هو العنوان الذي اختارته وزارة الثقافة لفعاليات الموسم الخامس لأيام الفن التشكيلي السوري الذي استوحته من فوز لوحة الفنان التشكيلي فاتح المدرس التي فازت بالجائزة الأولى في المعرض السنوي الثالث عام 1952. نحتفل اليوم بأيام الفن التشكيلي السوري وبذكرى 70 لفوز إحدى لوحات المعلم فاتح المدرس عام 1952 بجائزة أفضل لوحة، وكان ذلك إذانا بانطلاق حركة الحداثة في الفن التشكيلي السوري. هذه الحركة التي أطلقت العنان للفكر والإبداع خارج الأطر التقليدية مع الحفاظ على الأصالة والتمسك بالبيئة والتراث. الفن التشكيلي بسوريا هو عمره أكثر من 100 سنة، يعني بدأ بنهاية القرن 19. نحن بأيام فن التشكيلي دائما عم نحاول أنه نحيي الذكرى ونكرم الفنانين الرواد، وعم نحاول كل سنة يكون في شيء مرتبط بحدث. السنة نحن في عنا حدثين مهمين، الأول هو أنه 100 سنة على ولادة فاتح المدرس، والحدث الثاني أنه 70 سنة على نيل لوحته كفر جنة جائزة المعرض الثالث، وهي كانت أول لوحة حداثية تأخذ جائزة، واعتبر هذا التاريخ بداية حداثة بسوريا. وتضمن الحفل تكريم ثلاثة فنانين كبار من اختصاصات مختلفة في الفن التشكيلي، بالإضافة لتكريم ذكرى ثلاثة فنانين من الراحلين بحضور ذويهم، كما عزفت الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية مقطوعة باسم الفنان فاتح المدرس من تأليف المايسترو عدنان فتح الله
مع مقطوعات موسيقية أخرى. الفن التشكيلي بسوريا بشكل عام تطور بشكل كبير جدا يعني، وخاصة بعد تأسيس كلية الفنون الجميلة عام 60 من القرن الماضي، وكان إذا دور كبير وقدوم عديد من الأساتذة من دول مختلفة، هذا لعب كما أيضا دور كبير بتنوع المدارس اللي لعبت دور بتعليم الطلاب وتخريج دفعات جيدة بشكل عام وما زالت حتى الآن. تجربة الفن التشكيلي بالشكل العام عندنا بالقطر بدأت يعني تروح باتجاه الحداثة، وصار يعني كثرة من الفنانين بيشتغلوا على منح الحداثة. هلأ بما يخص الجانب الآخر اللي هو تكريم زملائنا الفنانين، خطوة كتير جبارة وكتير مهمة، وهي بتشجع يعني بتترك عند الفنان حالة من الطمأنينة يعني، وبتترك حافز عنده. دمج الأساليب وتكامل الرؤى في هذه المعارض هو خطوة نحو آفاق أرحب وأغنى تتنوع بأساليبها وتقنياتها، وخروج عن المألوف وتحرر الأذهان من المفاهيم والقوالب الفنية التقليدية، لكنها تحافظ على هالة الأصالة بتجدد إبداعي شبابي. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لأولى محطاتنا لليوم من عالم الطفولة. دائما بنسلط الضوء على أهم القيم اللي ممكن نعلمها لأولادنا ونغرسها منذ الصغر. اليوم يمكن الوقت هو أهم شيء بحياتنا، كيف فينا فعليا نتعامل مع الوقت، ننظم حياتنا، كيف فينا نسبق الوقت، لأنه الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك. كيف فينا اليوم كأمهات وكآباء نعلم قيمة الوقت للأولاد ليقدروا بالمستقبل يكونوا يمكن ناس ناجحين، يقدروا ينظموا حياتهم وقتهم بشيء كتير منيح وسليم، وبيرجع لإلهم يمكن أهمية قيمة الوقت حسب يمكن محيطهم، حسب عائلتهم كيف بيشوفوا البيئة المحيطة ممكن من خلالها يتعلموا. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح. كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. كيفك مع هذا الوقت؟ لا قدمنا الساعة ولا أخرنا الساعة ولا عملنا شيء. ولا عملنا شيء، لا ضلينا منضبطين إن شاء الله يا رب نضلنا منضبطين. لما نحكي عن الوقت رينا بنحس قد إيه هو مهم بحياتنا، لكن إذا بنوصل هاي الفكرة لأطفالنا اللي هن أصلاً بعمر صغير، فقد ايه بنحس اول شيء بصعوبه بهذا الشيء؟ شو هو العمر المناسب لحتى نحن نفهم اطفالنا اهميه الوقت، حتى اهميه استغلال الوقت وساعاته؟ مفهوم الوقت لانه غير ملموس فهو غير مرئي، مشان هيك صعب لاطفالنا خصوصا بعمر صغير. نحن لحتى نعمل الاشياء الملموسه اول شيء لازم تكون حياتنا منظمه من البيئه المحيطه. طبعا. منظمه مو فورا بالوقت، لانه الوقت هو شيء مذكور ملقن لكن ما نو منشاف ما نو مرئي. طبعا. فهو ما رح يقدر يستوعب الفكره الا اذا بلشنا بالخطوات الاولى لنفهم موضوع الوقت هو الجوهر الكلي للعقل. العقل بيخلق معتقدات من مجموعة أفكار، هاي الأفكار نتيجة مثير خارجي موجود بحياتنا. أنا لبلش نظم وقت الطفل لازم بلش نظم الأشياء يلي بتعني للطفل الملموسة، ثيابه، أغراضه، أدواته، الكركبته يلي بحبها، كله يكون منظم قدامه. هو عم يلتمس هذا التنظيم فبصير فيني مرق له الأوقات بين هاي التنظيم. الوقت هو جوهر الحياة الفعلي وهو الأساس المتين لشخصية بناءة بمستقبل متطور دائما مفتوح على تكنولوجيا. مستقبل بده سرعة لحتى يقدر الطفل يوصل له، أو لتكون هاي الشخصية مع الأيام قدراني توصل للأشياء اللي بتحبها. نحن لازم يكون في عنا انضباطات للوقت. التنشئة العفوية اللي بعيش فيها الطفل بيجين منظم جينيا، منظم جينيا هو أوعى من هذا الجيل يلي نحن ربينا فيه. التطور والتكنولوجيا والأشياء اللي مفتوحة قدامه خلقت له انضباطات بمعتقداته بأفكاره، لكن نحن التنشئة العفوية اللي بتكون بمحيط بأسرتنا بالبيئة اللي نحن فيها بتعلموا الفوضى، ومن هون ببلش عادي يتلاشى الوقت عندهم. لحتى نفوت بالقواعد اللي بترسخ الوقت للطفل، خصوصا الطفل
البيبي. نحن دائما نتساءل امتى الطفل ممكن يتعلم قيمة الوقت. الطفل كل ما كان صغير كل ما كان استيعابه للملموس غير المرئي اللي هو الوقت اكبر، كل ما خلق مع الايام وكبر صار يعني اكثر اتزان. ايه بس هو موضوع كبير لما نقول قيمة الوقت، يعني قبل ما نحكي عن القواعد الأساسية هي قيمة الوقت. نحن الكبار اساسا بتلاقينا غير مدركين لقيمة الوقت. اليوم بتلاقي الناس عم تركض ما انا قدران تنظم وقتها، فكيف بدي انا اليوم بسطه للطفل؟ هلا مثل ما قلتي يمكن هي اشياء ملموسة يعني مرتبطة عند الطفل بالليل بالنهار باوقات معينة. الصبح انا مثلا بروح على الروضة، بعد الظهر باكل بدرس، هي اشياء ملموسة هو فعليا ما بيعرف قيمتها الحقيقية انه هي مربوطة بالوقت. انا كيف بدي بلش من خلال هالاشياء الملموسة علموا انه في وقت بالحياه؟ هون بتحسي مساله صعبه، يعني بعتقد ما فينا قبل الاربع سنوات. نحن مو شرط نذكر له الالفاظ الوقت والالفاظ الزمنيه صحيح. لكن هي ضروريه كثير انه احنا يكون في ساعه مثلا بالبيت هاي الساعه دائما مرئيه للطفل لانها ملموسه. نحن بدنا نتجه للاشياء اللي فينا تكون مرئيه وملموسه للطفل حتى يستوعب قيمه الاشياء اللي ما انا مرئيه مثل الوقت او الانضباط او النظام. انا بخبرهم انه دائما الاشياء اللي الطفل بيعرفها اكثر مننا، الطفل منظم اكثر مننا، الطفل قدران انه يمشي بخطى معينه مرتبه لكن هو مقلد بارع. اكيد انا لحتى اوضع قواعد تترسخ بعقليه الطفل لحتى يفهم مفهوم الوقت، انا بدي يتعامل هو بالمثل، يعني تكون الام قدوه حسنه للطفل. ليه الام او الاب او المحيط الاسري الاخوات يكونوا منظمين، يكونوا عارفين دائما نذكر الالفاظ الزمنيه قدامه. الساعه مثلا 7 نحن لازم نروح على الروضه لنفترض، فالطفل دائما رح يعرف مؤشر الساعه. شوي شوي بصير باللاوعي عنده ادراك لهي الاشياء اللي عم تنقال. بعمر صغير بيسالونا دائما امتى؟ بعمر السنتين فيك تبلشي تزرعي مفهوم احساسه أو هو بالوقت بيردد. الاحساس حتى هو بيردد الى الساعه 6 لانه أكيد. بيعرف انه امه بتفيق 6، يعني هو بصير تمام هذا بعمر بعد السنتين بس تمام. يصير يلفظ كلمات بصير بيردد الاشياء دائما المسموعه. بعمر السنتين نحن فينا نجيب صور لليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، ليعرف مثلا انه انا بنهار في عندي مجموعه خطوات وهي الخطوات دائما اكتبها. او العمر الصغير حاول حط له صور لها لانه الذاكره الصوريه بالعمر الصغير كثير محببه للطفل وبتفوت فورا بالذاكره الذاكره طويله المدى. فانا بحط له صور للاطفال انه نحن بهذا الوقت يعني بجو الصباح بالشمس المشرقه مثلا بدنا نروح على الروضه، بس عند مثلا عند غروب الشمس ممكن نبلش نغسل، بحط له صوره اللي نحن عم نغسل، صوره ونحن ممكن عم نفرش اسناننا، صوره ونحن عم نرتب ثيابنا، عم نلبس بيجامتنا، عم نفرد سريرنا او تختنا لحتى ننام. هي الخطوات اللي بنمشي فيها مع الطفل هي اللي بتعلمه احساسه بالوقت. نحن ليه مخربطين؟ لانه نحن ما ربينا من صغر عندنا مفهوم كافي للوقت. نحن ربينا بمجتمعات شوي كانت فيها جو البساطه عائم عليها اكثر من جو التكنولوجيا، فصار عندنا اختلاف حتى بكبرنا بنعطي موعد وشوي ننسى، بنحاول نضبط كثير احتياجاتنا على الاوقات اللي مفروضه علينا ومنحس شوي بتعب او تذمر لانه نحن مو مالنا معتادين. لكن الطفل هو متعود، هو بيعتاد، هو مقلد بارع. انا بعمل له الاشياء اللي دائما بكون انا فيها قدوه له، انا بحاول دائما اذكر الالفاظ الزمنيه قدامه، دائما نبهه بالاشياء المحببه له باوقات معينه. نحن بدنا نروح مثلا بعد هذا الوقت، نحن بدنا نجي بعد هذا الزمن، الصور المرفقه، الالوان، اعمل له رزنامه، جدول له الايام، جدول له الاسابيع، جدول له الاشهر بالوان هو بحبها، باشياء هو بتعني له، ممكن عن طريق نغمات موسيقيه، ممكن عن طريق صور متحركه، صور ملونه يحط له اياها بقلب جدوله الاسبوع. دائما بحاول احكي مع الاطفال الاشياء يلي لها علاقه بالمنبه، بالساعه، بالتقويم الشهري، وحط له المنبه يكون كضوابط للوقت له انه نحن بعد انتهائنا من هذا العمل رح نعمل اشياء محببه لها علاقه بالمرح والتسليه واللعب. طبعا انا ما فيني اضغطه بالوقت طول النهار ويحس انه هذا من اول ما بدي يفيق ليوم ما بدي ينام في امور معينه مرتبه له. نحن كبار وبنتدمر من هذا الموضوع، لكن في اوقات للراحه والسعاده. كيف هو بدي يحس بهذا الوقت؟ عن طريق المنبه، عن طريق شيء هو بيربطه ليعطيه ممكن نغمه او يعني
في صوت او كذا لحتى هو يحس بالانفراج انه هلق هذا الوقت صار وقت مسموح للعب او للتحرك او لاي شيء له علاقه بالتسليه والفرح. قد ايه مهم كمان تشارك مع الطفل رغباته بتنظيم الوقت؟ ممكن يكون بده ينام بساعه هو يختارها، ممكن هو بحب مثلا يلعب كمان بساعه هو بيختارها، فقد ايه مهم نحن نشارك فيه مثل ما قلتي لانه الضغط على الطفل اكيد له نتائج ما نحن حلوه ابدا وغير متوقعه اوقات. نحن لحتى الطفل نشاركه ويشاركنا بالاشياء المحببه له انا بعطيه انه انت امتى بتحب تختار تنام 7 أو 8 لكن ضمن الحدود المقبول. الخيارين مناسبين لنا. تمام الخيارين يكونوا هو مناسبين لنا لكن هو بحس انه هو خد حاله وهو اللي عم يختار ما نفس شيء مفروض عليه. ما نكون نحن محددين له نظام معين، طبعا بتصير ضمن العائلات انه ممكن مره بالاسبوع مره بالشهر انا ما اقدر امشي بهذا الخطوي او بهذا النظام اللي مفروض على الاطفال، لكن مو كل يوم اذا انا بدي اسهر اذا انا عندي مناسبه لازم هذا الطفل يكون مخربط نظامه ومخربط وقته معي، لا لازم انا احدد له انه نحن في عندنا اوقات معينه لازم ننام فيها، اوقات مو وقت ما نسجنه ضمن اطار معين ومعتقد معين، من 7 إلى 9 ممكن ننام، من الصبح من 6 إلى 7 ممكن نفيق، الفطور من كذا لكذا، اللعب من كذا لكذا، هو دائما رح يختار الوقت الاطول للعب لانه بهذا العمر بحب الطفل بحب اللعب ونحن فينا عن طريق اللعب نفوت له مفهوم الوقت، مفهوم الساعه، مفهوم المنبه، بالاشغال، بالمعجون، بالقص واللصق، هو خليه يعمل هذا العمل، هو خليه يرسم لنا برنامج يومه، دائما الاطفال يلي بيميلوا للقسم الايمن اللي هن مبدعين انت طلبي منه انه يرسموا لك نهارهم بالاوقات ويلونوها فبتحسي انت بتعرفي كيف مرق يومهم عن طريق ترجمتهم للصور او ترجمتهم للرسومات، فهذا الشيء كثير محبب للطفل، انت بتكوني عم بتنبهي دماغه باللاوعي هو شو عمل طول النهار عن طريق رسومات هو اللي عم يرسمها وهو عم بيلون. طب البيئه المحيطه اذا بدنا نركز قديش بتلعب دور فينا نقول بتنمية قيمة الوقت عند الطفل؟ يعني إذا ممكن فينا نقول أحيانا في مشكلة العوائل منظمة، يعني أحيانا بتشوفي فوضوية ما في تنظيم مثل متعود غرفته مكركبة ما مرتبة، هدول القصص كتير يعني بترسخ جوات الطفل فممكن تنعكس سلبا، هون هاي نقطة كتير مهمة، يمكن كتير من الأهالي بيقولوا لنا مثلا يشتغلوا ساعات طويلة ما عندنا هذا الوقت لنقعد وقت كافي مع طفلنا أو لننظم له فعليا وقته بيكون في اتكال يمكن على حدا آخر، فهي بتلعب دور بقيمة الوقت عند الطفل قديش بتأثر عليه بالمستقبل ولا فينا نقول فينا مثلا نرجع هيك نتدارك هذا الموضوع بال6-7 سنوات؟ تمام من عمر 6-7 سنوات نحن فينا نبلش مع الطفل انه انت معتمد على حالك قد حالك، نحن مربينك بمسؤوليه معينه بنكون من الصغر مهيئينه لانه هو يستوعب مفهوم الوقت امتى انت لازم تجي. اذا مش مهيئ تمام فيني انا اذا ما بال6-7 سنوات يعني اقدر اكيد نحن كبار وفينا نتهيئ ونضبط حالنا باوقات نحن بنحبها، هي عن طريق التحفيز لهذا العمر اذا هو بالاصل ما له منضبط عن طريق التحفيز المستمر، طبعا مو هدايا كثير ثقيله مشان ما يحس هذا الشيء له مكافاه، لكن عن طريق التحفيز الكلام الحلو الاشياء المحببه البسيطه له لحتى نحسسه انه انت اذا عملت هذا الشيء انت رح تتكافئ باخر الاسبوع او باخر الشهر نتيجه انضباطك باوقات معينه احنا طلبناها منك. رينا السؤال نحن كيف بنقدر فعلا نستغل الوقت بشكل كثير كبير؟ اليوم الطفل فينا نقول غرامه اللعب وهذا حق مشروع طبعا للطفل، لكن في واجبات على الطفل لما بفوت على المدرسه، في درس، في نوم بكير، في كثير من تفاصيل الحياه، كيف بنعلم الطفل الاولويات بالوقت؟ نظام الاولويات وهرم الاولويات كثير ضروري للاطفال، نحن بنعمل لهم هرم نظامي، بنحدد لهم فيه عن طريق مجسمات ممكن او عن طريق رسومات، انه بهذا الوقت نحن بدنا نحط الاولويه، لنفترض نحن بدنا نفيق الساعه 7 ممكن نجيب اي شيء او اي كاركتر له علاقه بالفيقه بكير، لانه هي من الاشياء اللي لازم تكون باول نظامنا الهرمي، بعدين بنجيب مثلا اللعب، بعدين الدراسي، بعدين كذا، شكل الهرم بالاولويات للوقت كثير محبب للطفل وبيشتغل على القسم الايمن، بنرجع بنفوت انه نحن الطفل بحب اللعب، الطفل بحب الرياضه، بحب الموسيقى، لازم ننمي مهاراته ومواهبه عن طريق تنظيمنا للوقت، نحن باليوم كذا بالاسبوع الساعة كذا عندنا الهواية اللي انت بتحبها او الموهبة اللي انت بتحبها، فهو بصير بينطر من يوم ليوم لحتى يستنى هذا الوقت، شوي شوي بتبرمج دماغه على انه في اوقات معينة هو لازم يمشي فيها ويتبع مسيرة حياته فيها، لا يطلع مع الايام شخص منضبط قدران يواجه هاي الحياة السريعة يلي نحن اذا ما كنا مسرعين معه رح يتأخر كثير بالعلم، بالثقافة، بالتطور، وقدران يكون
حابب هذا الالتزام. للأسف نحن لهلق في أوقات نحن بننزعج من التزامنا بالأشياء، يا الله بدنا نفيق بكير، اليوم عندي سهرة لازم. نحن ما لنا مبرمجين برمجة كافية من صغرنا لحتى نحن نكون منضبطين قادرين أنه نستوعب اللي علينا واللي إلنا بدون ما يكون عندنا شوية تململ أو شوية أفكار سلبية تجاه الموضوع. الصغير منظم أكثر منا. الصغير لو مو نحن منحطه بقوالب جامدة ومنضغط له معتقداته أنه نام بكير لأنك لازم تفيق بكير. شفتي هذا الكلام؟ الكلمة كتير بتأثر على الطفل، أصلاً الكلمة كتير مؤثرة بالكون. فنحن مجرد ما زرعنا إذا نحن ما رح ننام بكير ما راح نفيق بكير، بيشتغل العقل على هذا الشيء، بصير مع الأيام يكبر إذا أنا ما نمت بكير ما بدي فيق بكير. لا، أنا دائما بزرع الأشياء الحلوة حتى لو تأخرنا بأي شيء نحن راح نوصل إذا نحن قررنا نعمل هذا الشيء. نحن راح نوصل بالوقت اللي بدنا إياه حتى لو كنا سابقينا كأنه بالعلم ولا بالتطور ولا بالمواهب ولا بأي فكرة موجودة. طالما أنا حطيت هدف قدامي وحطيت وقت وحطيت يوم أنا أكيد رح أوصل عن طريق الخطوات اللي بمشي فيها واللي بتكون مبرمجة بنظام الأولويات بالهرم الوقت. ويمكن هون المسؤولية أكبر لأنه مع الطفل فينا يعني نستغل الوقت، يعني فينا نلحق الوقت قد ما كان يمكن مؤخر، فينا نلحق وفينا نرجع من الأول وجديد نرجع نرتب له أولويات. وبالختام بعض النصائح لكل الأمهات اللي عم يتابعونا، كيف هي تتعامل مع طفلها من عمر صغير لتعليمه قيم الوقت. نضلنا نذكر الألفاظ الزمنية قدام الطفل، نحاول بكل منزل يكون في ساعة كتير كبيرة هي أكبر من أي تحفي بالبيت، ملفتة للنظر، تكون خشبية لأنه الخشب بيعطي طاقة إيجابية للطفل. دائما نحاول تكون عقارب الساعة متحركة، خلي الطفل يحركها أنه أنا بهذا الوقت بدي نام، يرجع يرجعها وين، خليه يحسب، خليه يتعلم أنه بين الساعة والساعة في 60 دقيقة. شوي شوي بتكبر توعى مهاراته، بتكبر الأشياء أو بتكبر نظرته بالساعة، فبصير بحس الأشياء قديش إلى قيمة. نذكر دائما الأشياء المحببة للطفل بصور أو بكاركتر محبب نحطه على الساعة. مثلا يوم الاثنين نعمل فهرس، نعمل جدول شهري دائما موجود على خزانة الطفل أو على حائط غرفة الطفل، إنه نحن بهذا اليوم رح نعمل كذا، بهاي الساعة رح نعمل كذا. وما يكون كتير طبعا منعبي اليوم بصور ونعبي الأوقات كلها، لا، نحاول يكون في تمييز. دائما نحفز الأطفال بمكافآت بسيطة، دائما نلبسهم ساعات رقمية إذا كانت موجودة على الحائط ساعات عادية. الطفل بيستوعب التنتين وبيربى وهو ربيانها، مجرد ما كان ملموس فبيبلش ما عنده هذا تطور الوقت. أكيد بدنا نشكرك استشارية الطفولة المبكرة رينا أيوب على وجودك معنا، شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، يعطيكم نهارك حلو، نهاركم سعيد. شكرا كثير لكم. أما هلا ننتقل إلى استديوهات الأخبار التي على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية المحلية والعالمية مع زميلنا علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير لك يا فرح. مشاهدينا موجز للأنباء بعد فاصل قصير. صباح الخير. استشهد وأصيب عدد من المدنيين جراء اندلاع اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بريف حلب الشرقي. مصادر أهلية أكدت تجدد الاشتباكات العنيفة التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة بين إرهابيي ما يسمى فرقة الحمزة وإرهابيي ما يسمى الفيلق الثالث، الذين يتبعون كلهم للاحتلال التركي في محيط مدينتي بزاعة والباب بريف حلب الشرقي، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين بجروح. عم الإضراب الشامل صباح اليوم مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة نصرة لمخيمي شعفاط وعناتة بالقدس المحتلة بعد استمرار الحصار لليوم الرابع على التوالي. القوى الوطنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية دعت إلى إضراب شامل والخروج إلى نقاط التماس وحواجز الاحتلال نصرة لمخيم شعفاط المحاصر، فيما أعلن أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتة شمال شرق القدس المحتلة أعلن العصيان المدني المفتوح في المخيم والبلدة ضد الاحتلال. جاء ذلك في بيان عممه أهالي شعفاط وعناتة، حيث يتضمن العصيان المدني إغلاق المدارس والمحال التجارية ومنع السير بالمركبات.
كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف. وقال الأمن الروسي في بيان له: تم إثبات أن منظمي الهجوم الإرهابي على جسر القرم هم مديرية الاستخبارات المركزية في وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف وموظفون وعملاء لها. إلى ذلك أوقف الأمن الروسي 5 مواطنين روس و3 من مواطني أوكرانيا بالإضافة إلى أرميني على صلة بالتفجير. أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف أن تزويد ألمانيا لنظام كييف بمنظومات الدفاع الجوي لا يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية الخاصة ونزع سلاح أوكرانيا. بونداريف شدد على أن تسريع نقل نظام الدفاع الجوي الألماني إلى أوكرانيا لن يمنع بأي حال من الأحوال تحقيق أهداف العملية العسكرية لنزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية. بونداريف نبه أيضا إلى أن ألمانيا لا تساعد أوكرانيا بهذا الدعم بل تسهم في تصعيد النزاع، الأمر الذي لا يفيد الأوكرانيين في المقام الأول. في خبرنا الأخير، أكد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أنه ستكون هناك عواقب على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف أوبك بلس النفطي قرارها خفض حصص الانتاج. وفي حواره مع شبكة CNN لم يحدد بايدن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن بايدن يريد إجراء إعادة تقييم للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة السعودية للولايات المتحدة. كيربي أوضح أن بايدن مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل، مشيرا إلى أن الرئيس يريد أن يبدأ هذه المشاورات فورا. نهاية الموجز، عود الآن إلى فرح لمتابعة برنامج صباحنا خير. شكرا لك علي، ونهارك سعيد. مكملين أكيد بصباحنا لليوم. وين صرنا نور؟ اليوم نحكي فرح عن موضوع كتير مهم، خصوصا بالعصر الحالي مع التطور والتكنولوجيا. التربية قديش مهمة اليوم، تمر التربية بتحديات وصعوبات خصوصا مع الواقع الحالي، خصوصا بعد ما طرأ على المجتمع تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية أثر سلبا على التربية والتعليم، وأثر في ظهور سلوكيات غير سليمة عند بعض الأطفال، وخاصة في الحلقة الثانية لنحكي عن أهمية دور المدرسة بالتربية والتعليم في تنشئة جيل. اليوم في اطروحات رح نناقشها مع ضيفتنا، قديش فينا نقول التربيه تشاركيه، مو فقط تقع على عاتق الاهل، لا كمان هي تشاركيه مع المدرسه مع المدرسين، لانه اليوم نحن كلياتنا عم نمر بظروف صعبه وقاسيه بتاثر اساسا على الاطفال. معنا اليوم الاستاذه يسرى عباس، مشرفه تربويه في مديريه تربيه دمشق ومحاضره في جامعة دمشق كلية التربية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. قد ايه اليوم مهم نحكي عن هذا الموضوع، التواصل بين الاهل والمدرسة، هي يمكن العلاقة التكاملية اللي نحن بحاجة لها لحتى نبني فعلا طالب ناجح، فهي شو بتنصحي بمهارات تواصل ناجحة وفعالة بين الاهل وبين المدرسة؟ نحن الاسم فن العلاقة، يعني كل مربي يجب أن يكون لديه أسلوب، طريقة، ثقافة معينة، فهذا الفن يعتمده كل معلم. هلأ نحن خلينا نحكي على طلاب أطفالنا الحلقة الأولى، فنحن المعلم من أول لقاء له مع الطلاب يتعرف عليهم، يتعرف على بيئتهم، محيطهم الاجتماعي، من هم، ما هو مستقبلهم، يعني شو عم يفكروا، طموحهم، فأخذ مثل نوع من الفكرة الكاملة عنه. بعد تعرف عليهم هون استطاع أنه يعرف شو مشكلاتهم، من المعاناة التي يعانوها. ثاني شيء بعدين يكون عنده عم يجتهد على نفسه، دائما يعرف شو في كل شيء جديد، يعني شو المطلوب يعطيه اليوم بهالدرس. فهالطفل هذا صار حدد عنده 30 طفل، 30 مثلا نوعية معينة، هذا مثلا عنده كآبة، هذا أهله بيهتموا فيه، هذا أبوه وأمه منفصل إلى آخره. أخذ فكرة كاملة من اليوم الأول، من الأسبوع الأول،
ففي بعض الأطفال غامضين لا يمكن دغري تدخلي لو لشخصيتهم تبعك. فنحن علاقة المعلم أو المربي بالحلقة الأولى مهمة كتير. يعني نحن الطفل بيعتمد على لغة العيون، بيتواصل معهم بالعيون، بيقرأ عيونه، حبه من أول يوم، منيحة الأستاذ راح يرتاح له. فالطفل بيكون جاي خايف مرعوب، طفل تستطيع أنه المعلم يسيطر يعني يخوفه الأخير بعيونه بنظراته. في بعض الأطفال ما بترتدع لابنه، فلذلك نحن هون أسلوب أو فن أو تكات التعامل مع الأطفال مهم جداً بترغيب الطالب بجاي على المدرسة تانية. يعني هون المعلم حبب هالطالب فيه، حببه بالعلم، حببه المدرسة بأسلوبه بعلاقته كيف. طبعاً هون إما بنوع معين شو بيحب الطالب، دغري عرف إنه هذا شو بيحب، تعرف عليهم فوراً إنه هذا بده بيحب الغناء، هذا بيحب يصير رياضي، هذا بيحب. يعني أنا مجرد قدر تعرف عليهم من اليوم الأول شو مواهبهم بالمستقبل، صار بيعرف يتعامل مع كل طفل. فهذا بيحب يصير مهندس، هذا طيار، فبيصير ينادي لهم بالصف يا بطل يا مهندس، وين دكتورنا، وين فناننا، هيك شايفي كيف. فهو المعلم صار استطاع بمنادات الطالب باسمه، هذا نوع من تعزيز الطالب ومحبته للعلم. فنحن اذا هون العلاقه اللي عم يبنيها بين جسر، نوع من الخيوط بينه وبين هالاطفال ليحبوه لينتبهوا له. يعني هو العمليه التعليميه عباره عن معلم طالب سبور، كتاب دفتر قلم. فنحن الطلاب على طول وجها لوجه، وقفه المعلم على السبوره بتلعب دور. صحيح. يرى الجميع على مرأى الجميع. يعني انت عم توجهي لي سؤال، انا عم اطلع فيك، اطلع فيه تبادل، يتاثر، يتفاعل. فما بالك كان هذا المعلم نكدي، عفوا يعني نحن بنقول بعض المعلمين شديدين هيك حازمين، بشره وشهم بتوحي هيك. صحيح. يعني فنحن لذلك خصصنا الحلقه الاولى للمعلمات تعلم بعاطفتها، بمشاعر، بحنيتها. يعني وجود الحنان والمحبه والرأفه، هذا الطفل يعني بصوت بيرتعبه، يعني مجرد وجه صوت عالي تشوف الصف كله ارتعب. فلذلك نحن وجهنا دائما للمعلم الصف الاول تكون صفات معينه. يعني نحن بدايه الاسبوع الاداري قبل بدء العام بيعملي كمشرفه تربويه كثير من خصص، اذا راحت انتقلت هالانسه كانت مميزه، كان كل الاهل يحطوا طلابهم عندها، ما بدنا يعني عند الانسه الفلانيه. يعني هيك نحن عندنا مجتمعنا، حافظوا مين احسن انسه بالاول، مين احسن انسه بالثاني. يعني المجتمع نحن مرتبط ببعضه وحارتنا بيعرفوا الانسات. فلذلك نحن بيقول صفات وخصائص وطبيعه معينه، مشاعر. يعني هي المعلم الصوت عالي وقوي ما بنحطها، بنحطها على الخامس السادس، بنحطها على صف شعبي مشاغب ما عم يقدروا عليها الان، عرفتي كيف. فنحن اذا تخصيص، يعني لاحظي عنا نحن بمعلم صف بالجامعه ما بيعلموا هالامور هي، لما بتجي المعلمه بتتخرج وبتجي على الواقع الميداني بتتعرف. فلذلك هذا العلاقه بين المعلم والطالب عباره عن ثقافه متجدده. يعني احنا هذا الجيل غير جيل العمر. صحيح. وغير اللي قبله وغير اللي قبله وغير جيلنا. فلذلك المعلم يجب ان يكون في عنده مهارات وانشطه متجدده تناسبها. وهذا اللي بدي اسالك عنه، يعني لما نقول فينا نقول كلياتنا يمكن كنا نحب ماده معينه لانه انسه كانت تحببك فيها، كثير بيأثر الأستاذ على نفسية الطلاب، بيحببهم بالمدرسة. قلتي لازم يكون الأستاذ عنده مهارات معينة بتركزوا عليها، يعني الحلقة الأولى تختلف عن الحلقة الثانية، شو هي أهم المهارات فينا نقول؟ كل حلقة تختلف، قلنا الحلقة الأولى هي الأكثر عاطفياً، يعني الصغار اللي تاركين الأول والثاني تاركين أهليهم أول مرة عم يجوا على المدرسة، هون بيكون كمان التأثير كتير كبير، يعني بتأثر على نفسية الطالب 100%، يعني ممكن يحب المدرسة ممكن ما يحبها، يبطل يروح عليها. طبعا كما قلت يعني انه هون المعلم يثقف نفسه ويطلع كثيرا ويجتهد على نفسه، يجب ان يكون متمكن ومستعد لكل سؤال وكل عام. فلذلك نحن داخل الصف قد يتعرض لكثير من الانماط من الشخصيات، خاصه اولياء الامور اللي بيتعامل معهم اللي بيتواصلوا يوميا. يعني نحن هذا المعلم ليس يتعامل فقط مع الاطفال ومع هالشخصيات، مع اداره، مع تربيه، مع وزاره، في عندنا خطه معينه يجب ان يمشي عليها. فلذلك هذا المجموعه من طبعا هو بيكون بالبدايه مؤهل تربويا اكاديميا، غير بتكون جايتنا وكيله عيناها ما في يعني مجال الا اضطرينا نحط هالانسه تكون مع هالطلاب معين. ضبط الصف مهم جدا. بعد ضبط الصف لا يستطيع المعلم الا ان يكون صف هادئ جدا ويتعامل مع الطلاب بشكل يستطيع ان يعطي ويحاضر فيهم، يعطي المعلم.
طبعا احنا بالحلقه الاولى ما عندنا معلومه، اغلبها يعني مواد معرفيه بسيطه جدا، لهذا على المعلم عنده هال 40 دقيقه يستطيع ان يوزعها بتنويع الاثارات، تنويع الطرح، في انشطه تفاعليه، فلذلك المعلم اذا استطاع ينوع اساليبه وينوع اثاراته وينوع جذب هالطلاب، كل شوي في عنده اثاره فواصل منشطه، يعني صف الاول ما بيقدر يركز معك 10 دقائق وانت عم تعطي الدرس، لذلك بده يعطيه فاصل منشط. شو هو الفاصل منشط؟ يا اغنيه يا حركه واقفا، او كيف اذا كان له علاقه بالعلوم كيف بالعصب، يعني شوفي هون المعلم بيستطيع من تمكنه من اتقانه لعمليه التعلم اللي درسه وتواصله وخبرته خلال السنوات يستطيع ان يعرف كيف هالفراغ المتبقي، مو كله معلومات حياتيه، فلذلك بيطلع له بالصف عدة طلاب، هذا مشاغب، هذا بيحكي، هذا بيبكي، فبيطلع عن الدرس حصة له خمس دقائق 10 دقائق بيعطلوه عن الدرس ليعالج مشكلة. فنحن هل هالفترة هي المعالجة هي هون فن المعلم بالتعامل مع الأمور. في كتير من المعلمين ما بيقدروا على مستوى المراحل العليا، دغري يطلع برا، روح لعند المرشد، روح فنحن هو المعلم، هو القائد الصف، هو الكابتن، هو المدير العملية التعليم، يعني كل معلم بيطالع طالب برا الصف هذا ضعيف ما عنده تمكن، لذلك هو عليه ان يستوعب هالطفل يحتويه، فبياخذه على جنب ما بينصحه امام الجميع. فنحن عاده يعني طالب افتلق مشكله جوا الصف، يعني هو لديه مشكله هذا الطفل، لذلك على المعلم ان يتركه جانبا ويقول له بعد الدرس سارى. فلذلك هون بينصحه على مهله، بيتعرف عليه، بجوزة يعني بمدى البعيد بيصير على صداقة بينه وبين أهله، يطلع عنده مشكلة كبيرة، تنمر في البيت، تنمر من أخوه، فنحن عادة المعلم من تعرفه على طلابه يكتشف أشياء وأشياء، لهذا نحن ندربهم، مو يعني نحن شوفي بالعملية التعليمية ليس عملية تعليم ونقل معلومة ونقل رسالة الكتاب، كثير من الأمور بناء شخصية، التعرف على عقول هالأطفال وطموحاتهم، ويعني هون نحن العملية بناء متواصل تراكمي، فهون الخبرات الطفولية المتراكمة، يعني الأستاذ سأل سؤال، على فكرة المعلمين هو المعلم، يعني كيف نقول الطيان ماهر بالدهان أو المهندس ماهر بالهندسة وإلى آخره، المعلم ماهر بصناعة الأسئلة، ماهر بصناعة الحوار، ماهر باكتشاف شخصيات الطلاب، يعني قادر هالمعلم كل طالب يقول لك أنت كنت كذا بالصف قاعد بالمقعد الفلاني، يعني هلا أنا إذا سألتك متذكرة أنستك بالصف الأول مثلا؟ متذكرتي؟ فنحن عادة لا يمكن أنك تنسي أنساتك بالحلقة الأولى، كون لهم بصمة خالدة، في منهم ما لهم أثر، مروا مرور الكرام، طبعا هذا يعود لهم. فالمعلمة بتترك أثر هي المعلمة اللي عرفت المتمكنة متقنة العمل، فكيف تركت أثر بالمحبة بالحنان بالمودة بسؤال معين بكلمة سحر الكلمة، اليوم والله كثير متحسنة، يا الله اليوم شو صايرة حلوة، شو هاد أنا ما تفاجأ، فالطالب الخجول أو العدواني أو كافة المشاكل كلمة يستطيع أن يسحر المعلم ويجذبه ويهدي من اندفاع. فنحن عندنا رؤى الطفوله تتميز بكسره الحركه، فشوفي ام عندها ولدين ما عم تقدر تضبطهم، ما بالك عندها المعلمه 30 35 خلينا نقول 40، بعض المدارس 60 في بعض المدارس، فما بالك كيف حتضبطهم وبدها تعطيهم درس، كان اول ثاني ثالث رابع خامس كل الصفوف، ما بالك البكالوريا اذا كانت ماده جافه والاستاذ فايت يعطيها، ما في اي فواصل منشطه، فنحن يعتمد المعلم على اتقانه. ويعني هون في عنده فن لازم يكون محضر مسبق للماده، فانا لما بيكون عندي بصف الاول ما عنده غير بده يعطي تجريد حرف الميم مثلا، هالحرف هاد كل وقت على صوته وعلى شكله وعلى لونه يشارك الكل. نحن اهميه العمليه التعليميه انه يشارك جميع الطلاب بالدرس، يعني انا بيهم المعلم نشاط تفاعلي، بيهم التفاعل اللفظي، درس اسمه تعبير شفوي يعتمد على الكلام، في اطفال خجولين ما بيشاركوا صحيح. ما بيرفعوا ايدهم، فانا هذا الطالب اللي ما رفع ايده ثلاث احتمالات، اما كسو او ما بده يشارك او خجول او عبقري، ما شو هذا ما بحب، كل هالامور اعلى منه، فيتروضى. كيف فينا نبني الثقه بين الطالب والمعلم؟ لانه نحن لحتى نحب الماده ونحب نروح على المدرسه ضروري كثير يكون في علاقه محبه بين الاستاذ والطالب، كمان ما تتعارض مع مساله الحزم يلي ممكن يعملها الاستاذ بقاعه الصف. يعني شايف كيف بيعملوا للاستاذ ارباكات، يعني هدول بيكونوا اعلى من مستواهم، لكن في طلاب يحطموا يعرقلوا العمليه التعليميه، السرسار، المشاغب، العدواني، اللي بده هيك كسول،
في كثير اطفال هدول ما خرج علم بنوت بدهم يعطلوا على رفقاتهم، فلذلك نحن شوفي كم في نمط معين مختلف بالصف، فالمعلم يستطيع ان يكتشفهم ويعالج هذه الامور. فلاحظي نحن كلمه معلم او مربي تطلق فقط بالحلقة الأولى، مربي بالطفولة، معلم بالحلقة الأولى، مدرس وهكذا، محاضر بجامعة، لكن بالحلقة الأولى أيضا تطلق عليها اسم بروفيسور، يعني هذا ليس معلم فقط، مربي ومعالج ومرمم. يرمم الأمراض الطفولية اللي بتجي مع الطفل من أثناء الولادة، التأتأة، الفأفأة، الخجول، ما بيقدر بيحبس هيك كلامه. فنحن لما المعلم بتقول لهم جميعا رددوا معي هالعبارة بالحلقة الأولى والصف الأول والثاني بدروس المحادثة، هدفها المشاركة الجماعية، معالجة كثير أمراض اجت معه مع الطفولة. الخجول بصير يحكي، ما قدران يشارك طلع مع رفقته، الآن سألت أغنية نشيد، الكل شارك. شايف المشاركة الجماعية، العمل الجماعي له أهداف كبيرة بعيدة المدى، غير أنه يحفظه، أنه هون طالب وقف صار مثله ما خجلان. ثاني شيء يعالج الأمراض الأخرى، النطق بحرف معين، يعالج العدوان بالبيت، أهله معجزينه، المدلل إجا وحيد على 4 بنات. شوفي يعني قديش نحن المعلمة عم تعاني 50 مشكلة جوا الصف، لكن بنفس الوقت بدها تخلي هالطلاب يفهموا الدرس ويستوعبوا. إذا موضوع استيعاب المعلومة، فهم الدرس اللي عم يعطيه، ليس يعني مشكلة المعلم، المعلم عنده عدة مشاكل، شخصيات هالطلاب من عيونه بيعرف مين مو معه، مو منتبه، فهون بيطالعوا أنت معي أنت، لاحظي معي المعلم بيكون عم بيحل مسألة على السبورة، عم بينشط بدروس الكتابية، يعني أنشطة الرياضيات أو تدريبات، قال واقف مع هالمعلم عم بيحكي مع الطفل، واللي وراه ما شاء الله، عرفتي كيف؟ فنحن المعلم يجب أن يكون مع الطفل ومع الجميع، يعني عينه على الطلاب جميعا. يلا انتبهوا، عمل طلع، لا مو معه مو منتبهين، بس الطالب اللي عم بيحل يعني بيطالع هون هون، كيف المايسترو اللوحة يعني الموسيقي اللي بيقود كابتن فرقة موسيقية، كذاك المعلم أمامه 30 طفل هو واقف على المنبر، يجب أن يكون منتبه الجميع، يشاركوا معه، عيونهم معه، منتبهين، بأي لحظة بيطالع واحد، هيك يعني خليهم يقظين منتبهين. فهون المعلم بيعتمد على خبراته، يلا نشوف أنت شو بيشتغل، جدك شو بعده بالحقل إذا كان موضوع له علاقة بالزراعة، احكي لنا شو بتزرع، وشو في دخل ربط العملية التعليمية، نحن عندنا في اسمه توظيف المنحة التكاملي، يعني مو بس عم يعطي هالدرس، بيربط بالحياة، ببيئة الطالب، بواقعه، بعمله، فهون الطفل انبسط، يعني قال له جيب لي من البيت، ارسم لي أو اشتغل لي بالبيت قصة على هالموضوع هذا، فنحن المعلم عم يعطي درس معين، بيحاول يربط بالواقع. كان مثلا عندنا بالشهر 11 احياء اللغه العربيه، مين بيكتب لي موضوع حلو باللغه العربيه الفصحى بكلام معبر عن هالموضوع، بيحدد له الموضوع. طيب انا ما راح احدد، الكل بيحب يكتب. فلاحظي معي، انا احد السنوات طلبت منا منظمه اليونيسيف يرسموا الاطفال بالحبه الخامس السادس لوحه تعبر عن مشاعرهم تجاه الحرب اللي نحن عم نعانيها. رسموها الأطفال بمعظم مدارسنا، طبعاً بدنا نوجه اللوحات إلى منظمة طلع الباس اللي هي بتساعدنا بتنمية طموحات الطالب ومعرفة مواهبهم وإلى آخره. فنحن هون كل مدرسة طلعت على هالرسمات يعني انبهروا، فأحد المدراء قال لي والله ما راح أبعتهم، شو هالرسمات؟ رسمات رائعة معبرة، تتفاجئ إنه أطفال رسموا هيك رؤوس مؤثرة، يعني لما إحنا بنقرأ عن قصة مؤثرة برا بأمريكا بالهند، نحن عنا آلاف القصص المؤثرة، فلذلك المعلم يجذب طلابه بالقصص المفرحة. نحن حاليا بحاجة لدعم نفسي أطفالنا، بحاجة لعودة البسمة والفرح، لهذا نحن عنا أغاني ومهرجانات منظمة طلع الباس بتساعد الأطفال، يعني مرافقة للعملية التعليمية. يعني نحن أغلب المدارس بيكون عندهم نشاط، فهالطلاب تشوفي الفرح بعيونهم، هن عم بيغنوا، هن عم، فلذلك نحن على المعلم يكون صبور وعنده هدوء، عنده مودة لهالطلاب، يثقف نفسه، عنده إجادة بعملية التعليمية. يعني أنا عم بعطي درس اليوم، بعطي درس صف سادس اللي يقول أفعال خمسة، طلع المعلم هو عم يعني هو نفسه في عنده تردد، فيجتهد ويجيب لهم ينصح الطلاب. في عنا معجم مدرسي بكل مدارسنا يفتح ويفهمها، فمتى تدخل على الفعل المضارع الأحرف التالي بيصير فعل خط، وهكذا من كسرة الأمثلة. كسرة أحيانا المعلم هو عم يحاور الطلاب بيعرف جواب على سؤاله. فشوفي، فثقافة الحوار للمعلم مع التلاميذ هي تبني المعلومة بالتدريج وإلى آخره. طبعا لا يكفي ذلك، على المعلم أن يعزز كل نشاط يقوم به الطفل. أحسنت، ممتاز، إيه والله
بدها شرب كاس مي. فنحن الله يعطيكم العافيه عن جد. يمكن الموضوع مهم اليوم، قبل كنا نشوف نحن هاي الثقافه كما قلت يعني حدد. قبل كنا نشوف زمان يعني كان الاهل يمسك الولد يقول له للاستاذ او المدرسه انه هذا الولد لكم ربوه، فينا نقول العظم لنا اللحم. في معتقدات كانت سابقا قاسيه، يعني كان في رهبه كثير تجاه المعلم، المعلم قاسي. اليوم عم نشوف الموضوع مختلف، مثل ما قلتي فينا نقول فن التواصل مع الطلاب، الاستاذ عم يكون جزء من حياته، مو فقط حياته التعليميه وحياته الشخصيه، هو بيأثر بشخصيته بتنميه جميع مهارات الطفل، بيستغل بعض النقاط مثل ما قلتي خلال الدرس. بس خلينا نحكي عن جزئيه الحزن، يعني لازم يكون عنده فن التواصل، بس بنفس الوقت فينا نقول انه نوع من الحزم مشان يكون في تواصل صح بين الاستاذ والطالب. حزم هون كيف راح يكون يعني بطريقه التواصل مع الطلاب؟ فنحن المعلم دائما بتواصل مع اولياء الامور ومع الاهل ومع يعني بشكل دائم، في هناك في دفتر في معلومه بيكتب لهم اياها على الدفتر للاهل انه ابنكم اليوم قصر بهالمعلومه. فلذلك نحن بنهاية الدفتر كل طالب بتشوف الأم ناطرته على باب المدرسة بتفتح شو كتب له. فنحن هالعبارات اللي بيحطوها المعلمين أنا بصراحة كتير بركز عليها بالجلاءات بنهاية العام الدراسي، أن تكون عبارة مشجعة للأهل وللطفل. فنحن كسب مودة الطالب وكسب مودة الأهل والأسرة والمجتمع، أنت عم تبني لنفسك رضا، يعني علاقة إيجابية إليك. فالمعلم يقوي علاقته مع طلابه ومع مجتمعه مع رضا الإدارة رضا التربية عنه باجتهاده وبنجاحه. كيف بينجح؟ بيتبع دورات متطورة، دورات تعامله مع الأهل، في هناك فن التعامل مع الأهل، يعني مو كل الأهل بيشبهوا بعض، يعني جاي ولية أمر عم تشتكي للمدير إنه كيف زكاة بتلو إلى آخره، المدير عم بيعلي صوته، يعني لاحظي عم بيبكوا لهال، يعني نحن بصراحة في عنا كثير يعني في بعض كثير من المدراء يجب أن يعملوا دورات في التعامل مع أولياء الأمور، فيجب هذه لا تحبط. هي بالبيت متعرضة لضغط، منفصلة عن زوجها، تعمل دوامين، وهذا الطفل ضحية لهون وهون، يقع بين المدرسة والأهل. فلذلك على الجميع أن يكون لديه يعني معرفة ودراية، فما أعرف بهالمشكلة كيف. فإذا أنا بنصح بكثير من المربين حاليا أنه يكون عندها المربي ثقافة معينة، يجتهد على نفسه، صبور حليم، يكون عنده طبعا متجدد، أسئلة متجددة، يحول الطلاب، يعني عنده كل يوم إثارات، عنده كل يوم تنويع بالطرائق، عنده كل يوم شيء جديد. فلذلك مع الطلاب في منافسة، يعمل مسابقة، يعمل نوع من الإثارة تجذب الكل. فهو المعلم متميز كل المنطقة، وعندنا مسابقات بالتربية لأفضل معلمة، أفضل موقف، أفضل نشاط. فهو المعلم يراكب هذه المسابقات لطلابه. طالب متميز بيعملوا مسابقة بالثقافة بالرسم، مسابقة مهرجانات للرسم حاليا، وطلع عندنا مهرجان ورشة. فلذلك نحن مواهب هالأطفال مقدرة، وعلى كل أم تكتشف موهبة ابنها. هون هالطاقة الكبيرة بتفرغها إما بنادي رياضي أو بعزف على آلة أو بالرسم. فهالتفريغ الطاقات، إذا والله عم تقول لك ابني ماني عارفاني، عيني سجلي شي نادي أو أنت بالبيت أعطيه ورق يرسم عليه وهكذا. صحيح. أكيد بدنا نشكرك كل الشكر أستاذة يسرى على كل المعلومات اللي قدمتي لها، وإن شاء الله يا رب تضل العلاقة حلوة وطيبة دائما، ويكون المعلم هو مربي حقيقي للأطفال. قديش نحن بحاجة هي الكلمة اليوم. صحيح. كل الشكر لإلك. أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا، وهي عملية العملية التربوية هي عملية تشاركية بين الأهل والمدرسة، فشكرا كثير لك. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لاتحاد الكتاب العرب، فقد عقدت ندوة بعنوان طريق الحرير، تاريخ وأفاق مستقبلية. المزيد من التفاصيل مع زميلتنا لجين سليمان. عقد اتحاد الكتاب العرب ندوة بعنوان طريق الحرير، تاريخ وأفاق مستقبلية، حيث تم إطلاق مبادرة صينية على أنقاض طريق الحرير القديم. مبادرة تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر الاستثمار في البنى التحتية عن طريق عودة إحياء طريق الحرير، الذي تشارك فيه 123 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكيتين.
طريق الحرير بالمعنى الذي تم طرحه اعتبارا من عام 2013 الذي طرحه الرئيس الصيني هو ليس جديدا، ولكن الدلالات والمعاني لهذا الطريق هي جديدة. هناك علاقات ثقافية قديمة قدم التاريخ ما بين الصين وما بين العالم العربي، ونحن عندما نتحدث عن هذه العلاقات فإنما نتحدث عن علاقات تعود لقرون طويلة. الثقافة الصينية ضاربة في عمق التاريخ تمتد لأكثر من 5000 عام. أيضا الثقافة العربية ضاربة في عمق التاريخ. الثقافة العربية ليست ثقافة عدوانية، الثقافة الصينية ليست ثقافة هيمنة وعدوانية أيضا، وبالتالي فهناك الكثير من المشتركات. هذه الندوة مكرسة للحديث عن طريق الحرير وآثره في التنمية وخاصة بالنسبة لسوريا. سأركز في مداخلتي في هذا الموضوع على الجانب الجغرافي، أي المسار الذي يسير فيه طريق الحرير بدءا من الصين وصولا إلى سوريا. هذا المسار طويل فعلا، ولكن هو طريق مسار فعال يمكن أن يصبح فعالا أكثر كلما كانت البنى التحتية السورية من طرق مواصلات وسكك حديدية ووسائط وإدارة تسهل هذه العمليات، عمليات النقل، كلما كان المردود أفضل تنمويا. لأننا يعني عندما نفكر بطريق الحرير فإننا نفكر بالتنمية وليس فقط بمجرد طريق تنقل عليه البضائع وتمر عليه القوافل والشاحنات المختلفة. طريق الحرير هو مبادرة إنسانية، ثقافية، اقتصادية، سياسية، ليس فقط نزهة وليست رحلة عادية. هو نظرية تحل محل النظرية الإمبريالية الأمريكية والنظرية الاستعمارية التقليدية الغربية. نحن اليوم أمام عالم ورؤية للعالم جديدة تختلف عما سبقها. لذلك أنا كسوري، كرحالة سوري، لابد أن أشارك وأرحل على هذا الطريق لأحمل هويتي وثقافتي وهموم شعبي وآمال شعبي بهذه الرحلة. هذه المبادرة هي مشروع القرن، وهي المشروع الذي يلتقي مع توجهات الدولة السورية التوجه شرقا، والذي يأتي المبادرة الثانية بعد مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد بالبحار الخمس. بالتالي هي مبادرات تنقذ العالم من محورية أمريكا وقدرية أمريكا لقيادة العالم، ولهذا ما يجعل سوريا مهتمة بهذه المبادرة، والتي سوف تكون مهمة لوضع سوريا على خارطة اقتصادية سياسية تنموية حضارية مع هذا الطريق. مبادرة للعمل التشاركي لإنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وعودة إحيائه لما له من أهمية ثقافية وسياسية واقتصادية. أما هلأ مشاهدينا ننتقل لمحطتنا التالية، نقرأ لنرتقي عنوان معرض الكتاب السوري الذي تنطلق فعاليته في مكتبة الأسد الوطنية من 12 ل 22 تشرين الأول برعاية وزارة الثقافة. للحديث عن المعرض وأيضا انضمام اتحاد الناشرين السوريين إلى الاتحاد الدولي للناشرين والمشاركات في المعارض الدولية، رح نحكي عنها أكثر مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين، وفيني أقول اليوم كل عام وأنتم بخير. نحن اليوم نقرأ لنرتقي، أكيد. يسعد صباحك على جديد أستاذ كتير مهم وفعال. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية وسعد صباحك. الله يسعدك أستاذ هيثم. شو التحضيرات اليوم لمعرض الكتاب السوري؟ شو الجديد اللي محضرينه؟ بصراحة اليوم التحضيرات كتير كبيرة وكتير مهمة. معرض الكتاب السوري هذا العام أنا بتصور أنه هو حيكون قريب من قلوب جميع السوريين. حيكون اليوم هو معرض مهم جدا على خليني أقول تجديد وتفعيل الحالة الثقافية السورية للمواطن السوري من خلال هذا الكتاب السوري الجديد. لدينا العديد من الكتب السورية الجديدة. أنت بتتذكري ونحن حكينا سابقا أنه مرت ظروف صعبة بوباء كورونا والأزمات طبعا اللي مرت علينا، فصار في خليني أقول بعد عن الإنتاج الجديد. اليوم هذا الإنتاج الجديد صرنا عم نشوفه، صار اليوم المعرض كتير مهم لنطلع على ما أنتجه الناشر السوري من خلال الروايات ومن خلال الكتب المعرفية الكثيرة. عندنا كتب الأطفال هذا العام متطورة وبشكل كتير مهم.
عندنا الكتب ايضا اللي متجهه للغه العربيه كمان عندنا اياها كثير فعاله وكثير مهمه. عدد بدي اقول عدد مهم من الناشرين المهمين والاساسيين في اتحاد الناشرين السوريين مشاركين في هذا المعرض يلي سميناه معرض الكتاب السوري. هو ليس بديلا عن معرض مكتبة الأسد، لكن الظروف الاقتصادية ليس في سوريا، الظروف الاقتصادية في المنطقة هي التي دعتنا إلى التفكير بإقامة معرض للكتاب السوري، لأنه الكتاب السوري الآن في ظروفنا الحالية، خليني بدي أكد على موضوع الاقتصادية، هو يمكن يكون الأقرب أو بمقدرات قارئنا السوري. ممكن يكون الكتاب العربي اليوم إذا بدنا نجيبه للأسواق السورية وبدنا نجيبه لمعرض مكتبة الأسد ممكن يكون في هو شاسعة بالحالة السعرية بينه وبين الكتاب السوري بسبب اليوم ارتفاع أسعار تكاليف الشحن، ارتفاع أسعار تكاليف الإقامة للناشر العربي اللي بده يجي لسوريا. هذه المعطيات اليوم الجديدة عم تأثر على الحركة الاقتصادية للمواطن اللي هو نحن بالنسبة لنا هو القارئ، هو الهدف. إذا بنتبه نقرأ لنرتقي، عم نقصد المواطن، عم نقصد من خلال هذا الكتاب هذا العنوان هو قارئنا السوري. صحيح. بس يمكن أشرت لنقطة كتير مهمة هي عدد المشاركين، أنواع الكتب المشاركة. يمكن أنتم كاتحاد ناشرين سوريين يعني 10 سنوات من الحرب لم تتوقفوا، صدفناك بعدة حلقات، كان دائما في مشاركة بعدد من المعارض الخارجية وكان في معارض داخلية فينا نحكي عنها. خلينا نحكي عن اليوم المعرض الكتاب السوري، شو هي أنواع الكتب، عدد المشاركين، بما أنه قلنا أنه رغم كل الظروف ما وقفتوا يعني مستمرين، فأكيد في عدد كبير مشارك بمعرض الكتاب السوري. وأنواع الكتب، لما نحكي أنواع كتب عن الأطفال، في أنواع دينية بوليسية ثقافية فنية، فكمان هذا التعدد كمان مثل ما قلت بينطبق تحت عنوان أساسا الكتاب، يعني نقرأ لنرتقي. هلا نحن اول شيء حجاوبك على موضوع المعارض العربيه. نحن اليوم جايين، انا امبارح جيت من معرض الرياض الدولي للكتاب. نحن حقيقه لم ننقطع عن اي دوله عربيه. صحيح. حتى مو بس هيك، نحن في بعض الدول الاوروبيه شاركنا فيها، يعني شاركنا بمعرض فرانكفورت وهذا يعتبر من اهم المعارض الدوليه، شاركنا بمعرض بكين وهذا يعتبر كمان من المعارض تبع الاتجاه شرقا كمان هذا المهم، ونحن عم نشارك في المعارض العربية بشكل فاعل، لأنه حقيقة الكتاب السوري مثل ما قلتي يتميز بجودة المحتوى. كونه نحن عم نحكي عن جودة المحتوى، هذا اللي بيميز، أهم ما يميز الكتاب السوري. اليوم نحن عندنا تقريبا حوالي 50 مشارك في معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد، مشكورة جدا. أنا دائما قلت مبادرة كريمة من وزيرة الثقافة على هذا الجهد اللي بذلته وزارة الثقافة، وطبعا كادر مكتبة الأسد من مديرنا العام إلى المدراء الأساسيين إلى من اشتغل في هذا المعرض. قدمنا معرض على فكرة وكأنه معرض دولي، يعني بكل أبعاده، بكل خليني أقول مرافقه، بكل أساسياته، يعتبر من المعارض المهمة. بالنسبة لأنواع الكتب، موجودة كل أنواع الكتب، يعني موجود كتب الروايات بشكل كامل بشكل فاعل ومهم، وكل شيء جديد عنا بالروايات إن كان سورية وإن كان حتى في روايات عالمية. ترجمة الناشر السوري موجودة معنا في المعرض. هناك كتب فكرية بكل أنواع الفكر والأبعاد المعرفية لذلك. هناك أيضا كتب دينية مثل ما قلتي، عنا المصحف الشريف في أكثر من جناح لتطوير طباعة المصحف الشريف. في عنا مثلا أيضا الكتب الأطفال. كتب الأطفال حتشوفوا أنه نحن طبعا سوريا تتميز بكتاب الطفل، وأنا دائما بنادي أنه نحن يجب أن نقيم معارض متخصصة في كتاب الطفل، ليس في دمشق فقط لكن بدمشق وبحلب وبحمص وبالسويدة وباللاذقية، بكل المحافظات السورية. ليه؟ لأنه نحن عنا كتاب طفل متميز جيد جدا، يعتبر من أهم منتجي الكتاب العربي هم
الناشرين السوريين. هؤلاء الناشرين السوريين الآن موجودين في المعرض، وبدي أكد للقارئ وبدي أكد للسادة المشاهدين على أنه المعرض بأسعار لا أقول رخيصة، لا، مدروسة متناسبة مع الواقع السوري، وهذه إيجابية أكثر. وأنا بدي كان أحكي شوي على بعض المبادرات للناشرين السوريين الموجودين بالمعرض. عندي ناشر قال أنا بدي أحسم 30%، في ناشر قال بدي أحسم 40%، في ناشر بدي أحسم 50%. وأسعارنا بدي أكد على فكرة، الأسعار التي تباع في سوريا تختلف عن أسعارنا في الأسواق المجاورة. يعني نحن ممكن بنبيع كتابنا مثلا بالأسواق المجاورة بسعر أعلى، أو بالأسواق العربية، بسوريا نحن عم نبيعه بسعر مقبول أكثر، وبمكتبة الأسد عليه حسم. ونحن اتفقنا مع بعض الناشرين السوريين أنه نحن كل يوم في عنا كتب جديدة، كل يوم في عنا تواقيع جديدة. حيكون أنا ما بدي أسميه معرض للكتاب السوري، أنا سميني، خليني اسمحي لي قلك، بدي أسميه مهرجان، مهرجان حقيقي للكتاب السوري. طبعا المواطن السوري لن يبخل بالحضور، وحتشوفوا بكرة أنه في عنا كم هائل من الزوار حيكون، لأنه عندهم ثقة وثقة كبيرة بهذا الكتاب السوري. صحيح. نعم. خلينا نضوي على نقطة كتير مهمة اليوم أستاذ هيثم، انضمامكم كناشرين للاتحاد الدولي اليوم. خلينا نحكي عن أهميته وشو ممكن يقدم لكم. والله أول شيء أنا بدي بارك للناشرين السوريين هذه الخطوة الرائدة حقيقة. نعم. وحتى للقارئ السوري والمواطن السوري، الاتحاد الدولي للناشرين، بس أنا بدي أعرج لعرف لكم عليه، هو يعتبر من أصعب الاتحادات للانضمام، لأنه الانضمام يحتاج إلى مواصفات معينة، ليس فقط الانضمام بتقدم طلب وبيقبلوه، لا لا لا، في انضمام، في له مواصفات، في له معايير محددة للانضمام. لذلك بعتبر أنا أنه انضمامنا للاتحاد الدولي للناشرين يعتبر خطوة رائدة حتطور من صناعة النشر في سوريا، حتقدم لنا جديد، وحترفع من المستوى، وحتأدي إلى تطور أنا بتصور كبير وقادم للكتاب السوري. حنشوف بكرة أنه الكتاب السوري صار موجود بالأسواق الهولندية، حنشوفه بالأسواق الألمانية، حنشوفه بأمريكا اللاتينية، لأنه حياخد بعد أكبر. حنساوي ورشات للناشرين السوريين ولمن يدخل في صناعة النشر، لمن يرغب أن يدخل في صناعة النشر أيضا، من خلال أفكار وطروحات وورشات ودعم من هذا الاتحاد أكيد. اللي اسمه الاتحاد الدولي للناشرين. أكيد سعيدين أنك كنت معنا اليوم أستاذ هيثم، بتمنى لك كل التوفيق، وأكيد ناطرين المعرض بفارغ الصبر، وحنشوف كيف حيكون الإقبال. إن شاء الله يكون مثل ما أنا متوقعين، ومثل ما قلت يكون مهرجان كتير كبير. شكرا. لا إن شاء الله، وأنا بتمنى تشرفونا وتضووا أنتوا الإعلاميين، لكم دور كتير مهم. واليوم أكيد. الافتتاح الساعة 6، وحيكون هو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 8 مساء بشكل يومي. حنكون معكم مع القراء السوريين، أهلا وسهلا. أكيد بنتمنى لكم التوفيق لجميع الناشرين السوريين على المجهود اللي عم تقوموا فيه. نقطة الأسعار هي أخذها بعين الاعتبار نقطة كثير مهمة لكل الأهالي اللي حابين يأخذوا أولادهم على معرض الكتاب، لأنه عم نسمع بأرقام كثير كبيرة، فقصة الحسومات كمان هي نقطة مهمة. يعطيكم العافية عليها، شكرا كثير لك. شكرا شكرا، أهلا وسهلا. هلا نور، نتجه من معرض الكتاب السوري الى مساحه من الفن التشكيلي بابداع مجموعه من الشباب السوري. المزيد من التفاصيل مع زميلتنا دايماء مسعود. بهذه اللوحات افتتح معرض مشترك حمل عنوان اختلاف لمجموعه من الفنانين الشباب الذين عرضوا اعمالهم بشكل جماعي في مركز رايزر هاب. فكرة من هذا المعرض انه احنا بده يكون في مكان للشباب انه يكون في عندهم فرصه انه يعرضوا الاعمال تبعوتهم. هي مو بس انه مثل جاليري او شيء، لا، هي مثل ملتقى حيكون موجود فيه
لوحات تبع الفنانين، والفنانين يلتقوا مع العالم ويحكوا عن لوحاتهم عن افكارهم عن الفن تبعهم. سو هي فكره جديده احنا عم نعملها كرمال الفنانين الشباب. حبيت شارك بهذا المعرض، معرض اختلاف من مدارس مختلفه من الفن. طبعا مثل ما ملاحظ في عنا فن تجريدي، انا طبعا شاركت بنوع من الفن هو الفن الواقعي وفي شويه رمزيه. نحن حبينا انه نقدم فكره انه احيانا الاختلاف بيجمعنا. مثل ما بنعرف نحن بلد في عناصر كثير مختلفه بس بنفس الوقت متماسكين، وهيدا المعرض رح يعبر عن هيدي الفكره بشكل فن مو اكثر يعني. المعرض ضم مذاهب متنوعه من الفن حيث عرضت مجموعه من اللوحات التجريديه والواقعية. قررت شارك أعمالي اللي هي تحت عنوان الصمت بسبب الظروف اللي كانت خارج إرادتنا، فكنا مثل في عجز بحياتنا، فهذا الشيء اللي خلاني سميه الصمت. وقررت حط البورتريات بأعمالي لأنه هن أكثر شيء بتعكس عن نفسيتنا. فأنا لهلأ عم ببحث بالبورتريات اللي تقريبا بعد تخرجي لهلا صار لي تقريبا 5 سنين 6 سنين، وهذا جزء من اعمالي اللي هي تحت عنوان الصمت. هذه المعارض التي تعتبر فرصه لكل فنان يريد عرض لوحاته ويشاركها حاملا رساله بقاء الفن رغم كل المعاناه التي يواجهها. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا الأخيرة لليوم اللي حكي فيها عن الرياضة. الرياضة حياة، يمكن الرياضة شيء كتير مهم كلياتنا لازم نقوم فيه، لكن كلياتنا مشغولين نوعا ما بضغوطات الحياة بالشغل بنقعد لساعات طويلة، لكن ممارسة الرياضة بشكل مستمر إلى أثار إيجابية على جسمنا وصحتنا، وخصوصا الناس اللي ممكن يكون عندها سرطان الثدي أو ممكن حدا من العيلة في حالة لسرطان الثدي. كيف رح نحكي عن هذا الموضوع أكثر مع مدربة اللياقة البدنية وبناء الأجسام غيداء إبراهيم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير كوتش، أهلا وسهلا فيك. اليوم توعية كتير كبيرة لسرطان وخاصة سرطان الثدي عند السيدات. كتير من نسمع قد الرياضة مهمة ممكن تحمينا من الإصابة بهذا النوع من السرطان، نفس الوقت ممكن تساهم بالعلاج. شو مدى صحة هذا الشيء كوتش؟ هلا دائما مثل ما حكيت نور، كلياتنا بنعرف انه الرياضه صارت عامل اساسي بحياتنا. نحن كان في عندنا ثقافه قديمه تبع انه بس لما هي رفاهيه الرياضه كانت. صحيح. يعني او للاشخاص اللي معهم وقت. لا، نحن فينا ننظم حياتنا بشكل دائم انه نحن ننزل لو نص ساعه باليوم 10 دقائق باليوم ممكن يكونوا كافيات في حال انا ما عندي وقت كافي اني العب رياضه. فهي لا شيء كثير اساسي ومهم يعني، ان كان مشان وقايه من مرض السرطان وان كان كعلاج. يعني في دراسات كثير عم تثبت انه ممارسه التمارين الرياضيه بشكل يومي عم تساهم بنسبه كثير كبيره بالعلاج من مرضى سرطان الثدي. يعني فلا لازم نحن يعني نحاول نعمل عامل وقايه، مثلا خير من قنطار علاج مثل ما بيقولوا. فنحن نحاول لا ندخل الرياضه بنظامنا اليومي قبل ما نمرض، وحتى لو كان في مرض نحاول نحن انه نمارس النشاط اليومي مشان يساهم بالعلاج. خلينا نحكي، يمكن قلنا ببداية حديثنا الرياضة مهمة لو بنقدر نمرر ربع ساعة أو نص ساعة خلال النهار، لكن الرياضات وأنواع الرياضات تختلف. لما نقول يعني في دائما نستشير بعض الاختصاصيين الرياضيين بيقول لك مثلا تقريبا 40 دقيقة 70. فينا نقول لا رياضة قاسية 70 بالأسبوع، 70 دقيقة رياضة قاسية و 140 دقيقة معتدلة. فهون كيف فينا نقسمهم؟ هلا الرياضة القاسية اللي هي بتعتمد على نظام الهيت فينا نقول او نظام التاباتا، نظام الجري القاسي، هدول مثلا ممكن نحن نعملها 3 مرات بالاسبوع 20 دقيقة ل 25 دقيقة بيطلعوا تقريبا 70 دقيقة بالاسبوع. بس الافضل هو الرياضة المعتدلة اللي هي تمارين المشي السريع صباحا كل يوم مثلا لمدة تقريبا مثل ما عم تقولي 140 دقيقة. نحن بنقسمهم كمان بيطلع تقريبا اذا بدنا نعمل كل يوم 20 ل 25 دقيقة، هيدي افضل. غير المشي ممكن نعمل الجري الهرولي البسيط الخفيف، ممكن نعمل تمارين اليوغا الصباحية كتير مفيدة وكتير مهمة للأشخاص اللي ما نوم منصابين للأشخاص المصابين كمان. يعني في دراسات كتير أثبتت أنه تمارين اليوغا أو تمارين الاسترخاء والتنفس بتساعد كتير على العلاج من مرض السرطان. استقرار نفسي نوعا ما تماما، لأنه يعني بتفرغ الجسم من الطاقة السلبية من الستريس من القلق من التوتر. فهي نحن اغلب الامراض اللي عم تصيبنا نفسيه 90%، وفينا نقول شوي في عامل وراثي بالموضوع.
فنحن لما بكون امراضنا نفسيه نحن كيف حنعالجها؟ عن طريق نعالج نفسيا يعني. فنحن لا، الرياضه لحالها هي اكبر عامل ترفع الطاقه الايجابيه. تماما ترفع الطاقه الايجابيه، بتفرغ الطاقه السلبيه. ف بهي الطريقه فينا نحن نضل نحافظ شوي على الوقايه من المرض. في حال صار المرض مثل ما حكينا بنحاول نثبت على اليوغا، تمارين الاسترخاء، هدول اكثر رياضتين اثبتوا يعني في دراسات اثبتت انه عم تساهم بالعلاج من مرض السرطان. فبنحاول نحن نضل ماشيين بهذا النظام. كوتش، يمكن مو بس مرض السرطان، بنشوف اوقات كبار بالسن رجال او حتى سيدات عم يمارسوا الرياضه يمكن بهدوء مثل ما بنقول نحن شوي شوي، بس مواظبين على هذا الشيء. هي الرياضه الهادئه مثل ما بنقول، الرياضه البسيطه قد ايه بتساهم اليوم يمكن بحل يمكن امراض كثيره ومساعده في علاج كبيره لكبار السن سواء من السيدات او حتى الرجال؟ صحيح مثل ما عم تحكي انت، يعني هي في لها عوامل كثير مهمه الرياضه بغنى عن الامراض، الله يبعدنا عن الامراض جميعا يعني، بس هي للمفاصل، للصحه القلبيه والاوعيه والشرايين، للصحه النفسيه في حال كان في حدا عنده ضغوطات بالعمل بالحياه، كلياتنا عنده ضغوطات يعني، فهي بتساهم بحل كل هاي المشاكل يعني. فلا كثير منيح انه حتى لو رياضه خفيفه افضل من اني انا ما اعمل شيء ابدا. لو 10 دقائق كل يوم مثل ما حكينا، العشر دقائق هدول كثير في لهم عامل ايجابي على جسمنا، فبنحاول نحن يعني ما بياخذوا من وقتنا شيء هنن على دول العشر دقائق. 10 دقائق قد ما انهم مهمين على قد ما بنقدر نحن فعلا نمرقهم، نقدر نحن نمشيهم خلال نهارنا يعني. فلا بنحاول قد ما كان انه ندخلهم بحياتنا. بس شو الوقت المناسب اللي بتنصحي فيه كوتش؟ قد ايه المده؟ هلا المده انا يعني برايي الشخصي يفترض او يفضل مو تحت العشرين دقيقه، من العشرين دقيقه لثلاثين دقيقه. ويفضل يكون صباحا اذا الاشخاص اللي معهم وقت صباحا، لانه جسمك كله بصير نشيط يعني، بتبلش نهارك بنشاط بطريقه صحيه، تخلصتي شوي من الستريس اللي انت اخذتيه مثلا من قبل بيوم. فكتير ضروري الرياضه الصباحيه. الاشخاص اللي ما بيقدروا ممكن المساء كمان شغله نص ساعه مشي مثلا منيحه، اذا ما بدهم يسجلوا جيم، اذا مسجلين جيم مثلا ساعه هي كافيه، لساعه وربع ماكسيموم اذا جيم حديد يعني عم نحكي. كلاسات، الكلاس مثلا مو تحت النص ساعه، مده اي كلاس ممكن نعمله. فهيك يعني. طيب يعني في كثير من الناس ما فيها تروح على النادي او تسجل بنادي، مثل ما قلتي هي بتستغل وقت لتلعب في رياضه وقتها لانه بتكون مضغوطه عندها شغل كثير. فنحن عم نحكي انه لو فينا نمرق 20 يوم خلال 20 دقيقه خلال اليوم، ودائما نقول هي رياضه المشي هي الاسهل والاسرع والمتوفره. طب شو التمارين البسيطه اللي ممكن يقوم فيها الشخص؟ يعني انا معي ربع ساعه بالبيت اكيد ما راح اقوم انزل على النادي، بدي استغلها ببعض التمارين البسيطه الرياضيه. ممكن اعمل تمارين بسيطه بالبيت اللي هي اول شيء بعمل شويه احماء. دائما نحن بننوه انه الاحماء كثير اساسي وضروري يعني، اذا تمارين منزليه من مده 3 دقائق لمده 5 دقائق منيح الاحماء بيكون. بعدين بعمل شويه رياضه مثلا تمارين سويديه، ممكن تمارين تعتمد على البادي ويت على وزن الجسم، مقاومه، هدول كافيات لهم 3 ساعه بيكونوا. بنعمل 3 او 4 تمارين، كل تمرين بنعمله كذا مجموعه، بنركز على نظام المجموعات افضل من اني انا اعمل مجموعه واحده او تمرين واحد. تماما، لانه تمرين واحد مثلا مجموعات كثير ارهقتي العضله، او مجموعه واحده تمارين كثير ما لحقت الزاويه تاخذ حقها. فنحن بنحاول نعمل 3 تمارين، 3 مجموعات مثلا. رياضه مثل ما حكينا تمارين المقاومه اللي بتعتمد على وزن الجسم، ممكن في اشخاص بتحب الرقص، الرقص كثير منيح وكثير حلو بحرك كثير عضلات الجسم. تماما، وكثير كثير بيعطي طاقه ايجابيه للجسم يعني. فحتى لو الرقص يعني شقد بسيطه القصه، اني انا احط شويه اغاني هيك بالبيت اقعد شوي لحالي 10 دقائق، كثير إلى فائدة حلوة على نفسيتنا وعلى صحتنا الجسدية. هدول الرياضات اللي ممكن أعملها بالمنزل، يوغا ممكن أعملها بالمنزل كمان لمدة 20 دقيقة حلوين كثير باليوم. هدول هن الرياضات المنزلية. أما غير هيك بقى بدنا نتجه للجيم أو بدنا نتجه للكلاسات مثل ما حكينا، أو المشي برا يعني. كوتشيش، في اختلاف شوي بوجهات النظر أو بالآراء. بعض الناس يمكن بيقولوا إنه نحن ناخذ وجبة غداء نرتاح شوي نلعب رياضة هي كثير منيحة. البعض الثاني بيقول لا، بعد ما نعمل الرياضه يمكن بوقت معين لازم ناخذ نحن وجبه. شو الصح بهذا الموضوع؟ هلا هو الدراسات كمان كثير عم تختلف من فتره لفتره، في فتره عم تصير في دراسات جديده عم تلغي شيء قديم عم تعمل شيء جديد. نحن المهم انه يكون في، اذا بدك تاكلي قبل التمرين يكون في مده لحتى تكون ريحت المعده وهضمت كمنطقيا، نحن عم نحكي تكوني هضمتي لحتى تقدري تقومي بنشاطك اللي بدك تعمليه. لانه اذا كان انت ما الك ربع ساعه اكله حتلعبي تمرينك، فراح يصير في نوع من الغثيان الدوخه راح يضايقك الاكل، فلازم يكون في تقريب الساعتين قبل التمرين. بعد التمرين هون بقى صار اللغط يعني، انه في عالم بتقول بدك ساعتين بعد التمرين، في عالم لا، هي مده نص ساعه لساعه كافيات، اكثر من هيك بقى
بصير في جوع، بصير انا بدي اطلب، بدي اخذ كميه اكبر من اللي انا باخذها بالشكل اليومي او بالشكل العادي. وشرب المي كوتش كمان بيقولوا انه نحن قد ما بنقدر نشرب مي ونحن عم نتمرن، بعض الثاني بيقول لا هذا ممكن يعمل تعب على الكلاوي، كمان شو الصح بهذا الموضوع؟ شرب المي كتير أساسي وكتير ضروري، بس الأشخاص اللي عندهم رياضات قاسية، اللي عندهم جري، اللي عندهم كلاسات مثل الأيروبكس مثل التاباتا، في كتير تمارين بتعتمد على الطاقة وعلى الجهد العالي، هدول ممكن تضايقنا المي إذا نحن عم نشرب كتير أثناء التمرين. أما مثلا برياضة الحديد لا، لازم يشرب كتير مي هو عم يتمرن، فالمي هي أساسية، بس نحن نعرف إمتى عم ناخذ المي. مثلا بالتمارين اللي فيها جهد عالي باخذ رشفات، يعني رشفة صغيرة من المي كل شوي، بس أني طري حلقي يعني طري معدتي بس. أما الأشخاص اللي عم يلعبوا حديد لا، بحاجة لمي أكثر أثناء التمرين. وخلال يومنا ما فينا يعني نحكي كمان قديش لازم نشرب مي خلال يوم. صحيح، أكيد. بالختام بدنا نشكرك الكوتش غيداء إبراهيم، مدربة لياقة بدنية وبناء أجسام، على كل المواضيع والنقط المهمة الأساسية اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا كثير لك كوتش، وأتمنى لك بقية النهار. شكرا لكم، يسعد صباحكم. أكيد فرح لهم بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، والتقانا بكرة على شاشة الأخبارية بنفس التوقيت بتمام الساعة 9:30 صباحا. دائما دعوتنا ببداية رحلتنا الصباحية مثل الختام، نتمنى نهار يحمل الخير والبركة وراحة البال والانفراج والرزق الكتير لكل الناس. نهارك حلو ونور، وشكرا لكل مين تابعنا، وعدنا بكرة تبقوا بألف خير. باي باي. باي باي.